لكبر الاستهداف ولضخامة الاستهداف، وربما كان ضخامة الاستهداف سببا لتوحدنا ولاختلافنا واجتماعنا على كلمة واحدة، كلمة حق للدفاع عن ديننا وعن قائدنا ورموزنا وعن، يجعلنا في موقع قوي جدا للدفاع عن أنفسنا، لأن المستهدف هو ديننا لم يتغطى بغطاء ولم يجامع، وإنما استهدف الطائفة في رأسها، كانت تمثل مأساة. وبحسب الحسابات الطبيعية يفترض أن التشيع الذي تتبع سابقتها يكون هذا الوجود أكثر تجدداً وتصلباً وثباتاً. وإنما تعادي صموده، تعادي صلابته، تعادي دفاعه عن دينه وعن حقوق شعبه، هذا الذي تعاديه في هذه الشخصية الكبيرة وفي هذا الرمز الكبير. وأظن أننا جميعا نؤمن بما يؤمن به سماحته من أهداف، ونؤمن بما يؤمن به من تحديا كبيرا، لأنه يريد أن ينهي آمال هذا الشعب في الحرية والكرامة والعزة والمطالبة بالحقوق العادلة. إنه تحدي خطير لا شك، ولكنه في نفس الوقت فرصة كبيرة كذلك، لأن